مصادر في الحكومة الانتقالية السودانية للشرق أن قائد البحرية السودانية في مدينة بورت سودان استدعى عسكريين روس وأبلغهم رسميا بقرار القيادة العسكرية العليا السودانية بوقف الانتشار الروسي في قاعدة فلامينغو في البحر الأحمر. فما سياق هذا الخبر؟ قبل يومين رست سفينة حربية روسية في ميناء بورت سودان شرقي السودان قبل أن تغادر فجر اليوم من دون إجراء مراسم استقبال عسكرية. مصادر للشرق قالت إن مهمة السفينة كانت نقل معدات روسية كانت قد وضعتها سابقا في قاعدة فلامينغو. السفارة الروسية من جانبها كانت قد نفت الأسبوع الماضي عزم الخرطوم الحد من الانتشار الروسي على حدودها المطلة على البحر الأحمر واقتصاره على سفن الاستطلاع فقط، خاصة بعد إعلان موسكو في نوفمبر الماضي عن اتفاق مع الخرطوم لإنشاء مركز لوجستي للأسطول الروسي. هذا الاتفاق الذي أعلنته روسيا ينص أيضا على تطوير وتحديث بنية تحتية لصيانة السفن الحربية الروسية وتمويلها وإيجاد مركز قادر على استيعاب السفن المزودة بتجهيزات أو المزودة بتجهيزات نووية. وكالة بلومبرج الأمريكية كانت قد كشفت في ديسمبر الماضي أن أطراف الحكم المدنيين في السودان قد تم تهميشهم عند اتخاذ قرار توقيع الاتفاق العسكري مع روسيا بشأن هذه القاعدة. التطورات في المشهد السوداني جاءت بعدما رست سفينة حربية تابعة للبحرية الأمريكية على الساحل السوداني المطل على البحر الأحمر في مارس الماضي بعد يوم واحد من رسو سفينة روسية. هاتان الزيارتان قد تعكسان حجم التنافس الدولي بين الولايات المتحدة وروسيا على النفوذ في السودان بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير وإعادة واشنطن لعلاقاتها مع الخرطوم من خلال رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. الحكومة الروسية توافق والرئيس بوتين يوقع. نوفمبر الماضي كان موعد مصادقة الرئيس الروسي على إنشاء قاعدة بحرية روسية في ميناء بورت سودان، هي الأولى لروسيا في إفريقيا وتستوعب قرابة 300 فرد من العسكريين والمدنيين. في الشهر نفسه صدر تصريح من هيئة الأركان السودانية يؤكد أن التعاون العسكري مع روسيا ممتد طيلة السنوات الماضية، فالسلاح الروسي ظل يتدفق إلى السودان رغم الحصار. وأضافت الأركان أن الاتفاق مع روسيا حول القاعدة البحرية يخضع للدراسة. في فبراير الماضي دخلت السفينة الحربية الروسية الأولى إلى ميناء بورت سودان في خطوة وصفها الجانبان تعزيزاً للتعاون العسكري. وفي أقل من شهر دخلت الفرقاطة الروسية الثانية إلى الميناء السوداني المقرر إقامة قاعدة عسكرية روسية فيه وفق المرسوم الروسي. أما الهدف بقي ذاته، تعزيز التنسيق العسكري الروسي السوداني. منذ الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير شهدت العلاقات السودانية العسكرية مع واشنطن تقاربا في محطات عدة. بعد توليه منصب وزير الدفاع في حكومة عبد الله حمدوك عام 2019، أعلن جمال الدين عمر تطلع بلاده للتعاون العسكري مع الولايات المتحدة، لافتا إلى إجراء الطرفين محادثات في هذا الإطار. وبالتزامن مع تلك التصريحات زار حمدوك واشنطن للمرة الأولى منذ توليه السلطة لبحث عدة قضايا على رأسها العلاقات العسكرية. وفي أغسطس الماضي بحث نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو مع الملحق العسكري الأمريكي جاكوب دي دعم قوات بلاده عسكريا فيما يخص مكافحة الإرهاب والجرائم. وعقب رفع السودان من قوائم الإرهاب زار وفد أمريكي الخرطوم لإجراء محادثات بشأن توقيع اتفاقيات عسكرية وأمنية تتضمن عقود تسليح للجيش، إضافة إلى تدشين برامج تدريب للقوات السودانية. في ديسمبر الماضي أعلنت سفارة واشنطن لدى الخرطوم رغبتها في النهوض بالعلاقات العسكرية بالتزامن مع لقاء ملحقها العسكري بقائد القوات البحرية لمناقشة التعاون مع الأسطول السوداني. في يناير من هذا العام زار نائب القيادة الأمريكية في إفريقيا للتواصل المدني العسكري ومديرة المخابرات بالبحرية الأمريكية الخرطوم لتعزيز الشراكة مع القوات المسلحة السودانية.
وفي 24 فبراير الجاري رست سفينة عسكرية أمريكية في ساحل البحر الأحمر شرقي السودان. تعليق العمل العسكري الروسي في السودان كان أيضا محل نقاش على مواقع التواصل الاجتماعي، لنتابع بعض هذه الآراء. سالم يقول: وجود روسيا مهم جدا في السودان على الأقل حاليا لخلق التوازن وتحقيق المنفعة وعدم ترك الساحة للاستنزاف الأمريكي. رأي آخر لمؤيد يرى من خلاله أو يقول: مستحيل أن يضحي السودان بعلاقته بأمريكا وأوروبا من أجل روسيا الداعمة للديكتاتوريات ولا تساعد بدولار واحد، وسوريا نموذج حي أمامنا. نختم بتغريدة لسامي الذي يعتقد أن قرار تخلي السودان عن روسيا وراءه صفقة، إذ يقول: أعتقد أن قرار تخلي السودان عن روسيا وراءه صفقة مع أمريكا لحل أزمة سد النهضة التي وصلت إلى طريق مسدود وليس قرارا عبثيا. للمزيد حول هذا الموضوع معنا من موسكو عبر تطبيق زوم السيد ليونيد سوكانين، أستاذ الاقتصاد السياسي بالمدرسة العليا في موسكو. من واشنطن يرافقنا عبر سكايب الدكتور إدموند غريب، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة جورج تاون في واشنطن. ومن الخرطوم معنا اللواء دكتور أمين إسماعيل مجذوب، الخبير الاستراتيجي في مركز الدراسات الدولية. أرحب بكم جميعا وأبدأ مع ضيفنا من السودان. دكتور مجذوب، وددت أن أسأل عن الذي دعا السودان لاتخاذ هذه الخطوة المهمة والمفاجئة حسب بعض المراقبين. مساء الخير، مرحب بك ومرحب بالسادة المشاهدين وضيوفك الكرام. حقيقة هذه الاتفاقية أحاطت بها حوالي 4 عوامل مهمة جدا. العامل الأول هو متغيرات حدثت في 4 سنوات الماضية بعد توقيع الاتفاقية في 2017. نظام سابق تمت الإطاحة به بواسطة ثورة شعبية وكان تحت ضغوط، وقع وقبل بهذه الاتفاقية تحت ضغوط ومقاطعة دولية اقتصادية وسياسية. العامل الثاني المهم قيام نظام جديد ديمقراطي في السودان في فترة انتقالية، لديه طموح وآمال في أن ينشئ نظام يقوم على المصلحة الوطنية للسودان. العامل الثالث ومهم جدا هو التحالفات الجديدة في السودان. ربع اسم السودان من غايمة الدول الراعية للإرهاب، عودة إلى أمريكا، عودة للاتحاد الأوروبي، التطبيع مع إسرائيل. العامل الرابع والمهم جدا هو مؤتمر باريس، المؤتمر القادم ترعاه فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا والاتحاد الأوروبي، وكل هذه العوامل شكلت ضغط على السودان. دكتور، هناك عامل خامس يريد بعض المراقبين وددت أن أراجعه معك، وهو سبب داخلي حسب تقدير البعض. ما مدى موضوعيته أو صدقيته هذا الخلاف ما بين المدنيين والعسكر وشعور المدنيين بأنهم هم يشوف السابق والآن كأنهم يردون الفعل ويكونون سيدي القرار العسكري السوداني اللي هو قرار سياسي بيد المدنيين المفروض؟ الوثيقة الدستورية الموقعة في العام 2019 تنص على الالتزام بكل الاتفاقيات السابقة التي وقعها السودان في المجالات المختلفة، لذلك لا خلاف بين المدنيين والعسكريين. الآن لا يوجد أطراف، توجد حكومة موحدة هي الحكومة الانتقالية، مجلس السيادة ومجلس الوزراء. لذلك الضغوط إذا كانت موجودة هي ضغوط إقليمية ودولية. أنا أزيد عامل سادس وهو المملكة العربية السعودية قامت بإنشاء آلية أمنية للحفاظ على البحر الأحمر ترأسها المملكة العربية السعودية، باعتبار البحر الأحمر بحيرة عربية ولا يرغبون في وجود أي قوة أجنبية أيا كانت. واضح ومهم التوضيح. أذهب الآن إلى دكتور إدموند غريب لأسأل أيضا: لماذا تتعقب واشنطن موسكو في سواحل البحر الأحمر والاتفاق ناجز وقديم يقول البعض مع السودان حول قاعدة فلامينغو؟
أعتقد أن هناك العديد من الأسباب، بعضها التي سمعناها من ضيفك الكريم من الخرطوم، وطبعا سنسمع أيضا من ضيفك الكريم من موسكو، ولكن أعتقد أن ما نراه الآن هو جزء من هذا الصراع الأكبر الدائر بين الولايات المتحدة وروسيا. هناك صراع نراه يبرز بوضوح حول عدد من القضايا، إن كان أولا ما يجري من التصعيد العسكري والسياسي، إن كان بالنسبة لأوكرانيا أو في منطقة الأركتيك والبحر القطب الشمالي، وأيضا نرى مناورات عسكرية، نرى أين الاتهام الروسي البيلاروسي أيضا بأن الغرب تدخل في محاولة انقلابية في بيلاروسيا، نرى أيضا المحاولات الأمريكية لمنع ألمانيا من الاستمرار في العمل على تنفيذ السد يعني الشمالي. مجرد جولة أخرى من جولات الصراع المعهود بين القوتين العظميين، هكذا هذا جزء بدون شك، هذا هو جزء أساسي من ذلك، لأنه يتخطى أيضا بعض القضايا المحددة. ولا مثلا رأيناه في هناك الآن أنباء أن الضغوط الأمريكية على الحكومة البرازيلية منعت البرازيل من شراء سبوتنيك، على الرغم من أن 10 ولايات الآن قررت شراء هذا اللقاح، و ستذهب القضية إلى المحكمة العليا في البرازيل. إذن هناك هذا الصراع الدولي، ولكن هناك الأبعاد الأخرى الإقليمية. بدون شك أن السودان رأينا تغييرات في مواقفها، خاصة عملية التطبيع مع إسرائيل. هناك حتى ربما نوع من الانقسام داخل الشارع السوداني برز ذلك أيضا حول هذا الموضوع. هناك قوة عارضت، ولكن طبعا كان هناك فوائد للسودان، فوائد فيما يتعلق بموضوع رفع العقوبات. والآن ربما الولايات المتحدة لديها القدرة كما ذكرتم في المساعدة ربما على حل أو قضية مشكلة سد النهضة، بالإضافة أيضا إلى قدرة الولايات المتحدة على الاستثمار في السودان. سنأتي للتداعيات وما يمكن أن يجني الخرطوم من ثمار مثل هذا التوجه، لكن دعني أسأل قبل ذلك الأستاذ سوكانين أو ليونيد سوكانين في موسكو، ماذا تخسر موسكو بخسران هذه القاعدة المهمة إذا ما تأكد الأمر؟ لأنه موسكو لم تنفي ولم تؤكد في الحقيقة، فقط غياب الاحتفالات وحتى ربما الجانب اللوجستي الذي كان ينتظر أن ينفذ في أمد قريب لم ينجز منه شيء، وهو في اتفاق بين البلدين ثمة برود ما في مشروع هذه القاعدة. طبعا لا شك أنه مشروع بناء القاعدة البحرية اللوجستيكية الروسية في السودان طبعا يعني تخدم المصالح الاستراتيجية لروسيا، ولا شك أنه هذا المشروع له أهمية من الناحية العسكرية والسياسية بالنسبة لروسيا. وطبعا لا شك في ذلك أنه هذا المشروع يخدم كذلك المصالح للقيادة السودانية أيضا. بالنسبة لتجميد أو وقف لتنفيذ هذه الاتفاقية، هنالك الأخبار المتضاربة بالنسبة ل الأسباب التي جعلت القيادة السودانية لاتخاذ هذا القرار. هل هذا القرار يعني فسخ أو إنهاء أو هي على كل المصادر السودانية تؤكد للشرق أن المسؤول أو قائد البحرية السودانية في مدينة بور سودان استدعى عسكريين روس وأكد لهم رسميا قرار القيادة العسكرية العليا السودانية بوقف الانتشار الروسي في هذه القاعدة. هنالك الأخبار الأخرى كذلك يعني موجودة، هي متضاربة، ولكن هذا ليس بالمهم. المهم أنه هذا القرار في يد القيادة السودانية. السودان دولة ذات السيادة، إذا كانت هي في مصلحتها اتخاذ مثل هذا القرار، فطبعاً لن تستطيع روسيا أن تؤثر على تنفيذ هذا القرار. هنالك تساؤلات طبعاً موجودة، يعني ما هي العوامل التي جعلت القيادة السودانية لاتخاذ القرار طبعاً إذا تم هذا القرار طبعاً بالفعل؟ هل هنالك ضغوطات الخارجية على السودان؟
وذلك لأنه عندما كانت السودان توقع الاتفاقية كان هو ينطلق من مصالح الاستراتيجية. ما هو تغير بعد توقيع هذه الاتفاقية قبل نصف سنة تقريبا؟ ما هي التغييرات؟ ما هو تغير؟ ربما هذه أسئلة مهمة سنطرحها بالتأكيد على ضيوفنا بعد الفاصل، لكن دعوني أختم هذه الفقرة بسؤال لضيفنا من السودان أيضا دكتور المجدوب. أردت أن أسأل عن دائما ندقق في دواعي ودوافع السودان. البعض يقول لتحقيق التوازن، وهذا من حقه، وحتى لا تضع البيض العسكري إنجاز الوصف كله في سلة واحدة، يعني الانحراف غربا هو فقط من أجل توازن ما بين موسكو وواشنطن، أم أنها حسمت خيارها واختارت المعسكر الغربي وواشنطن على رأسه بالنظر إلى المساعدات الأمريكية وهذه الوقفة متغير النظام ورفع اسمها من قائمة الإرهاب ومشروع دفعها للتطبيع والمساعدات المالية وإدماجها في القطاع البنكي الدولي مجددا؟ من الواضح أن السودان قد استعاد احترامه لنفسه في المقام الأول. لا يعقل أن الرئيس السابق ذهب إلى موسكو ومنحهم هذه القاعدة في لقاء تلفزيوني شهير بدون أي مقابل. هذه هي إعادة للسيادة والاحترام والكرامة للسودان. العامل الثاني المهم الآن أننا في فترة انتقالية، النظام الموجود في فترة انتقالية لا يحق له الدخول في اتفاقيات تغير مسار الحياة في السودان وتغير التوجهات والتحالفات الإقليمية والدولية. لكنه ألغى اتفاقية قديمة لا بد من عرضها على نعم هي قديمة، ولكن في ظل ضغوط عندما تم التوقيع عليها أو منحت هدية إلى روسيا، منحت تحت ضغوط نظام كان محاصر 27 عاما عليه ضغوط اقتصادية وسياسية وأمنية. لذلك الآن بعد الثورة التي أطاحت بهذا النظام أطاحت عليه بكامله بكل سوءاته وبكل أخطائه، الآن لا بد من عرضه على المجلس التشريعي حتى يشترك الشعب كله في القرار على هذه الاتفاقية. اتفاقية تتحدث على عدم وجود ولاية قضائية للسودان داخل منطقة فلامنغو، تتحدث عن عدم منع أي حكومة أخرى أو منح قاعدة أخرى لأي دولة طيلة 25 عاما. هذه أمور تمس السيادة، لذلك كان القرار في تقديري بعرضه على المجلس التشريعي حتى تجد حظها من النقاش وتحقق مصالح السودان. ما هو المقابل؟ هذا سؤال كبير جدا. ما هو هذا هو ما سنحاول أن نفصل فيه القول بعد قليل. ألتمس من ضيوفي الكرام البقاء معنا، وهذا فاصل قصير الآن قبل أن نعود لاستكمال الحديث في هذا المحور. أهلا بكم مجددا ضيوفنا الأعزاء مشاهدينا الأكارم، ما زلنا ضمن نفس الموضوع، هذا التنافس المحموم بين واشنطن وموسكو على قاعدة بحرية سودانية تطل على البحر الأحمر. قلبنا الأسباب التي دعت الخرطوم إلى وقف الانتشار الروسي في هذه القاعدة، الآن نبحث في التداعيات والثمار التي قد تجنيها السودان. سؤالي الأول في هذا الصدد لدكتور إدموند غريب في واشنطن، أولا سؤالي عن الضغوط التي مارستها واشنطن، ما حقيقتها وإن برزت بعض التفاصيل لها، وماذا قادرة أو واشنطن ماذا تقدر أن تقدم للخرطوم مقابل هذا الوقف للنشاط العسكري الروسي في هذه الخدمة وبالتالي تعويضه ربما بنشاط عسكري أمريكي؟ أولا نقطة سريعة بالنسبة لهذه الاتفاقية، هذه الاتفاقية ليست نهائية، وكان من المفترض ما لم أكن مخطئا من المفترض أن يقوم البرلماني البلدين بالتصديق عليها قبل أن تصبح أمرا واقعا، وبالتالي فأن هذه الاتفاقية لم تكن نهائية. طبعا كان هناك عمل وكانت هناك هذه الزيارات التي أشرتم إليها، الزيارات البحرية أقصد، نعم. ولكن أيضا من المثير أن القائد العسكري كان هو الذي أطلع الروس إذا كانت هذه الأنباء هي صحيحة، بدلا من المدنيين السودانيين الذين في النهاية هم مفروض من المفترض أن يكونوا أصحاب القرار النهائي.
ولكن طبعا لا تزال هناك بعض الضبابية حول هذا الموضوع. النقطة الأخرى التي أردت أن أشير إليها أيضا هي أن هناك تنافس كبير، هناك بالنسبة للولايات المتحدة هناك تمدد من خلال العقدين الماضيين وخاصة العقد الماضي في أفريقيا لعدة أسباب، وربما أهمها هو تزايد الحركات المتطرفة في أفريقيا ورغبة رغم ترامب تراجع الاهتمام بأفريقيا يقول البعض، ولكن تحت ترامب الضغوط الأمريكية فيما يتعلق بالقاعدة الروسية أو ما التي كانت المفترضة هي أن الرئيس ترامب أو إدارة الرئيس ترامب كانت هي التي بدأ بالضغط على السودان فيما يتعلق بهذه القاعدة، وبالتالي فأن أيضا وربط هذا الأمر أيضا بموضوع المساعدات، وأعتقد أن بقدرة الولايات المتحدة على تقديم مساعدات، وكما تفضلت وذكرت حضرتك أيضا في أنه رفع السودان من لائحة الإرهاب، تقديم المساعدات لربما استثمارات مستقبلية في السودان، دعم سياسي دعم عسكري بيع أسلحة، على الرغم من أن السودان له علاقات قديمة وهناك أسلحة روسية تستخدمها القوات المسلحة. إذن أعتقد أن قدرة الولايات المتحدة على منافسة روسيا بالنسبة لهذه المجالات هي أكبر وأهم، ولكن بالنسبة على المدى البعيد هناك أسئلة في واشنطن الآن يثيرها عدد من الخبراء والمعتقدين أن الولايات المتحدة تواجه تحديات كبيرة داخلية ومشاكل اقتصادية كبيرة، وأن هناك عجز في عشرات التريليونات من الدولارات، وهل تستطيع الولايات المتحدة الاستمرار في هذا التمدد في الوقت الذي تعاني فيه من مشاكل اقتصادية داخلية ومن معارضة متزايدة للتدخلات الخارجية وللإنفاق العسكري في الخارج. جيد، دائما مع الثمار لابد أن نسأل عن موضوع دعم أمريكي صريح للسودان في موضوع سد النهضة، هل هذا تتداوله أو أروقة السياسة الخارجية في واشنطن أم أن الأمر مبالغ فيه وواشنطن قد أثرت الصمت حتى الساعة في موضوع سد النهضة؟ حتى الآن واشنطن لم نرى الكثير من الكلام أو التغطية لهذا الموضوع أو آراء الإدارة الأمريكية، ولكن كان هناك مطالبة قبل ذلك، ولعبت الولايات المتحدة دور في محاولة التوسط لم تكن ناجحة تماما، وكانت مصر قد طالبت الإدارة الأمريكية إن كانت في عهد ترامب أو مؤخرا تطالب أن تلعب الولايات المتحدة دورا بالنسبة لهذا الموضوع، وتجد الإدارة الأمريكية إلى حد ما نفسها في وضع صعب بين الجانبين لأن لها أصدقاء من الطرفين، ولكن حتى الآن لا توجد الكثير من التغطية على هذا الموضوع. طبعا تقول الإدارة بأنها ترغب في المساعدة ولعبت دورا أيضا في المساعدة في موضوع المساعدات من البنك الدولي والدور الذي يمكن أن يلعبه بالنسبة لهذا الموضوع. نعم، نذهب إلى موسكو سيد سوكانين. وددت أن نسأل الآن عن رد الفعل الروسي إذا أردنا استباقه أو استقراءه، كيف تراه يمكن أن يكون، وهل موسكو قادرة على مجاراة واشنطن في منطق الإغراء بالمصالح والسياسة الدولية إنما تقوم على المصالح والثمار التي يمكن أن يجنيها هذا الطرف أو ذاك في المحصلة؟ طبعا بالنسبة لروسيا هي طبعا تتنافس مع الولايات المتحدة في مختلف المجالات وفي القضايا المختلفة سياسيا منها والاقتصادية والعسكرية والإعلامية وغيرها. طبعا إمكانيات روسيا أقل من الإمكانيات الموجودة لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن روسيا تنطلق من مصالحها الاستراتيجية بالاعتماد على إمكانياتها المالية والسياسية وغيرها. إذا روسيا إذا ألغيت هذه الاتفاقية فروسيا ستبحث عن السبل والطرق الأخرى لحماية مصالحها وتأمين حاجياتها في الخدمات اللوجستيكية في الأنحاء الأخرى للعالم. الكل راضية واسعة وشاسعة، هنالك الدول الأخرى التي يمكن أن تقدم مثل هذه الخدمات لروسيا، الدول الإفريقية والآسيوية في مختلف أنحاء العالم. روسيا لا تتوقف في قدراتها الدفاعية على هذه القاعدة هي وحدها،
الإمكانيات الموجودة المختلفة، وروسيا بكل سهولة يمكن أن تستغني عن هذه القاعدة وستبحث عن الفرص الأخرى، هي تعودت أن تعيش في تنافس مع الدول الغربية وتحت الضغط العثماني. يعني يمكن أن تفرط موسكو في هذه القاعدة، هذا وارد، لن تحرص على التمسك بها. روسيا طبعا مهتمة بتنفيذ هذا المشروع، ولكن حاجتها ومدى التزامها بهذا الاتفاقية ليست يعني بنفس الدرجة اللي هي الاهتمام القيادة السودانية بتنفيذ هذا الاتفاقية. هذا نقطة. نقطة ثانية، أنا لا أعرف البنود الواردة في هذا الاتفاقية، ربما هنالك يعني البنود الخاصة التي تنص على الآثار المترتبة على إلغاء هذه الاتفاقية. جيد، دعني أختم مع الخرطوم سيد القوة القاهرة. ربما هنالك يعني بعض الآثار المترتبة على الجانب السوداني المنصوص عليه في هذه الاتفاقية، أنا لا أعرف ذلك. واضح. أذهب لسيادة اللواء دكتور مجذوب لأسأل في الخرطوم أيضا. يقال دوما في سوق أو بازار العلاقات الدولية أنه لكل خدمة ثمن، ما الثمن بالمنظور السوداني لمثل هذه الخدمة حسب تقديرك؟ الآن الباب موارب حتى يتم تقديم الاتفاقية للمجلس التشريعي. على روسيا أن تقدم أكثر من جزرة. الولايات المتحدة الأمريكية الآن تقدم 3 جزرات، جزرة سياسية وجزرة اقتصادية. منحت السودان قرض تكسيري تم به سداد المتأخرات، وأصبح السودان مؤهلا لمزيد من القروض والمساعدات. مطلوب كرم روسي أكبر يعني. أيضا لذلك على روسيا الآن إذا أرادت أن تنافس في هذه القاعدة وتتمسك بها أن تقدم ما يقنع السودان وما يقنع الإقليم بأنها لا ترغب في استخدام هذه القاعدة لأغراض هجومية. نحن نتحدث عن سفن ذات قدرات نووية. إذا حصل أي أخطاء تقع على الشعب السوداني، وإذا حصل أي هجومات من هذه القاعدة ستكون على الشعب السوداني أيضا. لذلك أنا أعتقد أنه التنافس الآن الموجود هو تنافس على النفوذ، تنافس على تقديم المساعدات الممكنة للسودان. الآن في فترة انتقالية، الاقتصاد السوداني يحتاج إلى النهوض، لذلك الثمن قد يكون كبير جدا للقطبين المتنافسين، ولكن في النهاية السودان يبحث عن مصالحه وفقا للمصلحة القومية عبر المجلس التشريعي وعبر الحكومة الانتقالية. وهذا من حقه بالتأكيد. في ختام هذه الفقرة لابد أن أشكر من الخرطوم اللواء دكتور أمين إسماعيل مجذوب الخبير الاستراتيجي في مركز الدراسات الدولية، كما أشكر أيضا من موسكو السيد ليونيد سوكانين أستاذ الاقتصاد السياسي بالمدرسة العليا في موسكو، ومن واشنطن لابد أن أشكر دكتور إدموند غريب أستاذ العلاقات الدولية في جامعة جورج تاون بواشنطن. شكرا لكم جميعا. نملأ الأرض عطفا في شهر العطاء، نتقاسم ما يترك في قلوبهم حلاوة وفي أنفسنا الرضا. نعزز أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة ومبادرة تطبيق شير ذا ميل لتبني واحدة من أسمى قضايا العالم، وهي القضاء على الجوع. في بضع خطوات فقط بإمكاننا توفير الطعام للأسر المحرومة من خلال شير ذا ميل. في شهر الجود والكرم نرسم البسامات على الشفاه ونتقاسم الفرح. إيثاركم لوجبة الإفطار يترك أثراً طيباً. الشرق معاً نضع النقاط.